هل يستطيع الإنسان أن يرى الله عز وجل في المنام؟ لن تصدق الإجابة. جميعنا يتراود إليه هذا السؤال، وهو هل نستطيع رؤية الله عز وجل في المنام؟ وهل يظهر لنا؟ تابعونا الإجابة في هذا الفيديو. ولكن مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. في البداية، يجوز للإنسان أن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن حصولها لأي مسلم، وهي رؤية حق لمن رآه على صفته التي ذكرها من وصفوه من أصحابه رضوان الله عليهم، وهي موجودة في كتب الشمائل والسيرة. ففي الحديث: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، رواه مسلم. وفي رواية البخاري: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله: قال ابن سيرين: إذن رآه في صورته. وفي رواية لأحمد بسند عن عاصم ابن كليب قال: حدثني أبي أنه سمع أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال عاصم: قال أبي: فحدثينه ابن عباس فأخبرته أني قد رأيته. قال: رأيته. قلت: أي والله لقد رأيته. قال: فذكرت الحسن بن علي؟ قال: إني والله قد ذكرته ونعدته في مشيئته. قال ابن عباس: إنه كان يشبهه. ولكن رؤية الله عز وجل هل تحدث في المنام؟ قد ذكر النووي في شرح مسلم: إن رؤية الله ورؤية الأنبياء في المنام تحصل لكثير من المؤمنين، واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها. وذكر البغوي: وأخبر أن رؤية الله في المنام جائزة، ومن رآه فوعد له جنة أو مغفرة أو نجاة من النار، فقوله حق ووعده صدق. إن رآه ينظر إليه فهو رحمته، وإن رآه معرضا عنه فهو تحذير من الذنوب، لقوله سبحانه وتعالى: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم. صدق الله العظيم. وإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا فأخذه فهو بلاء ومحن وأسقام تصيب بدنه، يعظم بها أجره، لا يزال يضطرب فيها حتى يؤديه إلى رحمته وحسن العاقبة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه يمكن أنه يرى الإنسان ربه في المنام، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، لأن الله لا يشبه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى. فليس يشبه شيء من مخلوقاته، لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه، ومهما رأى من الصور فليست هي الله عز وجل، لأن الله لا يشبه شيئا سبحانه وتعالى، فلا شبيه له ولا كفو له. وكلما كان الرائي من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير، كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها، لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبه شيء سبحانه وتعالى. ويمكن أن يسمع الإنسان صوتا ويقال له كذا وافعل كذا، ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من المخلوقات، لأن سبحانه ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام، من حديث معاذ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، وجاء في عدة طرق أنه رأى ربه، وأنه سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفيها حتى وجد بردها بين ثدييها. وقد ألف في ذلك الحافظ ابن رجب رسالة سماها اختيار الأولى
في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وهذا يدل على أن الأنبياء قد يرون ربهم في النوم، فأما رؤية الرب في الدنيا بالعيان فلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، أخرجه مسلم في صحيحه. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ نور أني أراه، رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنها. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فأخبرته أنه لا يراه أحد في الدنيا، لأن رؤية الله في الجنة هي أعلى نعيم المؤمنين، فهي لا تحصل إلا لأهل الجنة ولأهل الإيمان في الدار الآخرة، وهكذا المؤمنون في موقف يوم القيامة. والدنيا دار الابتلاء والامتحان ودار الخبيثين والطيبين، فهي مشتركة فليست محلا للرؤية، لأن الرؤية أعظم نعيم للرأي، فادخرها الله لعباده المؤمنين في دار الكرامة وفي يوم القيامة. أما الرؤية في النوم التي يدعيها الكثير من الناس فهي تختلف بحسب الرأي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بحسب صلاحهم وتقواهم. وقد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك، فإن الشيطان قد يخيل لهم ويهمهم أنه ربهم، كما رؤي أنه تخيل لعبد القادر الجيلاني على عرش فوق الماء وقال أنا ربك وقد وضعت عنك التكاليف، فقال الشيخ عبد القادر اخسأ يا عدو الله لست ربي، لأن أوامر ربي لا تسقط عن المكلفين. أو كما قال رحمه الله والمقصود أن رؤية الله عز وجل يقظة لا تحصل في الدنيا لأحد من الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما تقدم في حديث أبي ذر، وكما دل على ذلك قوله سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه قال لن تراني، الأعراف. ولكن قد تحصل الرؤيا في المنام للأنبياء وبعض الصالحين على وجه لا يشبه فيها سبحانه الخلق، كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنها وإذا أمره بشيء يخالف الشرع فهذا علامة أنه لم يرى ربه وإنما رأى شيطانا، فلو رآه وقال له لا تصلي فقد أسقطت عنك التكاليف، أو قال ما عليك زكاة، أو ما عليك صوم رمضان، أو ما عليك بر والديك، أو قال لا حرج عليك في أن تأكل الربا، فهذه كلها وأشباهها علامات على أنه رأى شيطانا وليس ربا. أما عن رؤية الإمام أحمد لربه لا أعرف صحتها، وقد قيل أنه رأى ربه ولكني لا أعلم صحة ذلك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.